جديدة بطولة الكرة الطائرة رجال. طبعا أكيد في البداية بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في هذه البطولة، يتوج أكيد هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. أكيد المباراة الأولى كانت من نصيب النادي الأهلي زي ما تابعناها، نتيجة 3-0. بينضم لنا الكابتن محمد مصلحي طبعا المدير الفني للفريق. مبروك كابتن محمد طبعا المباراة الأولى، زي ما بنقول المباراة بعد مباراة البطولة بتخش في الأجواء السخنة. النهاردة يمكن إعدادك كان للمباراة إزاي؟ فريق نيمو ستار إزاي قدرت إن أنت تقف عليه وتعمل سكاونت عليه جامد يا كابتن؟ اولا انا بحيي الناس طبعا، بحيي كابتن هيثم وكابتن ماجد وكابتن محمد شعراوي. الفريق طبعا ما عملناش سكاوتنج لانه ده اول ماتش في البطوله، ما نعرفش عنه اي حاجه. الحمد لله الفريق لعب كل، يعني قدرت العب كل الناس، حتى قدرت العب ناشئ يوسف الصافي والحمد لله ظهر مظهر كويس. الحمد لله الفرقه كلها لعبت وده كان هدفي. يعني لو بتكلم على البطوله بشكل عام، عارف انت بتعدلها في محاضرات مستمره يا كابتن ميدو، ازاي اتكلمت مع اللعيبه ومركز معاهم ازاي على الفتره القادمه والمحاضرات بتكلم فيها عباره عن ايه؟ والله يعني همي دلوقتي ان احنا نخلص دوري المجموعات، وبعدين ان شاء الله باخد واحده واحده، هنعرف مين ان شاء الله احنا هنقابله في دور الثمانيه. يعني هو التخطيط بتاعنا ان هو هيبقى تاني فرقه الجيش، فان شاء الله ربنا يسهل ممكن تبقى فرقه الجزائر. بنعمل لها طبعا، محمد زكريا قاعد من الصبح في الصاله بيعمل تحليل لكل الفرق، وان شاء الله موفقين. بتشوف التنظيم وبتشوف البطوله هنا في النادي الاهلي ازاي يا كابتن ميدو؟ زي ما بنقول الرجال ثم السيدات ثم الرجال ثم الهاندبول، بتشوف الامر ده ازاي يا كابتن ميدو؟ والله هي حاجه ممتعه جدا، النادي الاهلي قادر ان هو ينظم يمكن 4 بطولات ورا بعض، دي حاجه مش سهله. العمل على قدم وساق انا حاسس بيها، يعني انا رحت للكابتن رؤوف كذا مره، بسم الله ما شاء الله، يعني ما بينامش تقريبا، ما بيروحش بيته. كابتن ياسر نصير، الناس كلها في النشاط الرياضي، مجلس الاداره كله موجود، يعني حتى الاستاذ محمد الجارح كان معانا في التمرين امبارح. الناس كلها واخده بالها كويس جدا، من عايزه تظهر النادي الاهلي في احسن شكل، والحمد لله ده باين جدا واضح جدا جدا للناس كلها ان النادي الاهلي قادر ان هو ينظم بطولات كتير. ان شاء الله نبارك لك بكره باذن الله يا رب. ان شاء الله، شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا.